صباح الخير لك من جديد كاتي، صباح الخير لكل مشاهدينا في هذه الصباحات الجميلة من نافذة برنامج يوم جديد، موجودين معكم من محافظة الزرقاء هذه المدينة الجميلة، وأيضا دائما نتغزل بالدفاع المدني وجنود مجهولين في هذا الجهاز. هدية القائد إلى الشعب، معي راح يكون معي المقدم أسامة الكسراوي مدير مديرية دفاع مدينة الزرقاء. صباح الخير. يا صباح النور، أهلا وسهلا فيك أسامة بيك. يعني جهود مبذولة وواضحة للجميع، لدى الجميع، ولكن الآن اليوم احنا في محافظة الزرقاء نتحدث عن دفاع مدني الزرقاء، تعاملكم مع المواطنين في هذه الظروف اللي بتمر فيها الأردن الآن. حسب ما بتعرف أخي راعد، بناء على توجيهات عطوفة مدير الأمن العام ومن بداية أزمة اللي هي الكورونا اللي عصفت في العالم والأردن كان جزء منها، كان الاستعداد على أعلى مستويات، وتم من خلال مديرية دفاع مدني الزرقاء وكوادرها التعامل مع الكثير من حوادث الإسعاف، حيث بلغت يعني آخر إحصائية حتى صباح هذا اليوم من بداية الأزمة لغاية اليوم ما يقارب 20,000 حالة تعامل معها مديرية دفاع مدني الزرقاء وأقسامها ومراكزها المنتشرة على مستوى المملكة، على مستوى المحافظة. وتقدر عدد سيارات الإسعاف التي تعاملت مع هذه الحوادث 47 سيارة إسعاف، عدا عن الآليات الإدارية التي تم كمان تخصيصها لإسعاف ونقل الإصابات البسيطة من داخل المنازل إلى أقرب مستشفيات ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم لعدم وجود وسائل نقل في فترة الحظر. فكما بتعرف أخي رعد، يعني هاي الجهود يعني عملت على تحميل جهاز الدفاع المدني الكثير من الأعباء والجهد البشري والنفسي واللوجستي للتعامل مع الإصابات الكثيرة التي تم التعامل معها في هذه المديرية. وكما تعرف أخي رعد، حتى يعني واجباتنا العملياتية الأخرى الباقية كنا نتعامل معها يعني بكل حرفية ومهنية عالية، وشاركنا في هذا التعامل. أنا أتوقع أنه الشباب لبوا الواجب الآن. في عنا طلب أول بسموه اللي هو حال السير، فبدأ يطلع عليها آليات متخصصة، واللي كما بتشوف في الكاميرا أي استجابتنا اليومية إحنا للحوادث وعلى مدار الساعة. فأنت كما بتعرف يعني مديرية الزرقاء من المديريات الحيوية والنشطة، واللي بتكون مدير يعني محافظة الزرقاء بامتدادها على مستوى رقعة الوطن الغالي، تضم العديد من المنشآت الصناعية الخطيرة والمنشآت الاقتصادية وعدد السكان الكم البشري. فهذا كله يعني ببذل الدفاع المدني الزرقاء تعامل يعني حرفي ومهني عالي في الاستجابة للحوادث. وهي الامور يعني ساهمت كمان وزاره الصحه مشكوره في رفد مدير الدفاع مدني الزرقاء ب 11 طبيب تم توزيعهم على المراكز والاقسام للتعامل مع الاصابات داخل المنازل البسيطه وصرف الادويه والمستهلكات الطبيه لهم في منازل. اسالك اسامه بيك عن بعض المواطنين الان بيعانوا من صرف الادويه في بعض المستشفيات، الادويه خلينا نحكي للامراض المزمنه تحديدا، واجب الدفاع المدني الان مع هؤلاء المواطنين. حالات انسانيه بتوجيهات عطوفه مدير الامن العام تم التسهيل على كثير من المواطنين في الحصول على وصفات اللي هي العلاج الشهري، وكنا يعني ناخذ عناوينهم ومغلفاتهم الطبيه، وكان في مناديب انه يتواجد في المستشفيات يسهلوا عمليه الحصول على العلاجات وايصالها حتى للمنازل، لانه ما في عندنا حظر تجول وما في عندنا حركه اليات يعني نقل اداري يعني موجود يعني سواء عام او خاص. فتحمل الدفاع المدني العبء الاكبر في ايصال هذه الادويه لمستحقيها حتى نحافظ على حياه المواطن اللي سيدنا الله طول بعمره شعار والانسان اغلى ما نملك. كما نعلم الدفاع المدني هو هدية القائد إلى الشعب سيدي، الآن الشعب بثقة عالية بهذا الجهاز الرائع الدفاع المدني، رسالتك إلى كل أخوان المواطنين اللي بيشوفونا عبر برنامج يوم جديد الصباحية. إحنا الدفاع المدني في مديرية الدفاع المدني الزرقاء وأقسامها ومراكزها حالنا كحال باقي مديرات الدفاع المدني في المملكة، لا يتوانى أي أخ مواطن عنده أي نوع من المساعدة إحنا الدفاع المدني إنه نقدر لبيله إياها وإنه ما يتصل فينا، إحنا جاهزين على مدار الساعة خدمة 24 ساعة يعني بنقدمها على أعلى مستويات من حيث اللي هي خدمات الإسعاف، خدمات الإطفاء، خدمات الإنقاذ، خدمات الإيصال للحالات الإنسانية اللي يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا جاهزين نقدم له الخدمة هاي وعلى الرحب والسعة. سيدي آخر سؤال، الرقم نفس الرقم 911 لكل أخوان المواطنين؟ الرقم المتداول في مركز الطوارئ اللي هو 911 لغايات الطوارئ، وتم يعني بفضل جهود وتوجيهات سيدنا تخصيص رقم خاص لوزارة الصحة اللي هو 193 للتواصل مع حالات الكورونا، وتكون بسرية وشفافية تامة بين الطبيب متلقي الاتصال والمخبر أو المبلغ عن الحالة. يعني أي حالة مشتبه بها بالزرقاء
يتواصل على رقم 193. 193 بكون مربوط على مركز الأزمات ومركز الأوبئة، هم بتواصلوا معه بأخذ التفاصيل كامل، بنسأل كذا سؤال وعلى ضوءه بتقرر من خلال غرفة العمليات المشتركة تحريك طواقمنا إلى هذا العنوان، وإحنا بنأخذ الشخص بكل سرية تامة وبنوصله للمستشفى حتى يأخذ من العينات وبعد على مركز الحجر إذا أقر أنه معه. سامع بك، لا سمح الله ولا قدر الله كان في حالة مشتبه بكورونا، في فريق متخصص دفاع مدينة الزرقاء؟ طبعا في فريق، تم تخصيص سيارات إسعاف مخصصة وحتى توجيهات عطوفة المدير العام للأمن العام أنه بتخصيص سيارات وإشراك المسعفات اللي هن دخلوا للخدمة في جهاز الدفاع المدني من فترة في التعامل مع حالات إصابات الكورونا، وإحنا حالات الاشتباه بس يتم تحديدها من قبل المركز الوطني ومركز الأوبئة، مباشرة تتحرك السيارة المخصصة مع طاقمها المخصص إلى الموقع ومن ثم بتلقى الرعاية الطبية اللازمة حتى إيصال المستشفى. أنا بدي أشكرك المقدم أسامة بيك الكسراوي مدير مديرية دفاع مدينة الزرقاء، كل الشكر لك سيدي ويعطيك العافية. كل الشكر لكم والله يعطيكم العافية، كمان أنتم يعني جنود مجهولون، هاي امبارح كنت في شرق عمان وغرب عمان وإنقاذ الوسط واليوم في الزرقاء، فأنتوا يعني رسالتنا اللي من خلالكم نبث للمواطنين كونوا بأمان، إلزموا ببيوتكم وإحنا في خدمتكم. قعد بالدار إحنا نقول. أهم شيء خليك بالدار وإحنا بنخدمك. كل الشكر لك أسامة بيك، دائما نتحدث لسلامة المواطن، وهدية القائد للشعب هو الدفاع المدني، هذا الجهاز الرائع جدا بكل أفراد هذا الجهاز. الآن راح أرجع إلى كاثي وحازم استكمال فقرات برنامج يوم جديد، وبعد قليل خليكم معنا بفقرة أخرى من دفاع مدني الزرقاء. يعطيك العافية، راعت تحياتنا لنشام الدفاع المدني اللي برفع الرأس دائما أكيد. في الزرقاء وبكل مكان في مملكتنا الحبيبة.